مساء الخير عزيزي المشاهد اهلا ومرحبا فيكم مره ثانيه جد لقانا معاكم من خلال شاشه قناه العداء الكوت ونرحب فيكم مره ثانيه واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه جد لقانا معاكم من خلال المواضيع اللي نطرحها وخلال المشاكل اللي قاعد توصل لنا من خلال الارقام اللي ظاهره عندكم على الشاشه نرحب فيكم مره ثانيه واهلا ومرحبا فيكم كثير من المواضيع اللي راح نتطرق فيها اليوم ومن ضمنها احتفالات العيد الوطني والامور اللي قاعد تمر فيها الكويت من احتفالات وطنيه ومن ايام الاعياد الوطنيه وراح نتطرق على الجانب الايجابي والجانب السلبي في هذا الجانب وايضا عندنا تقرير عن وزاره الصحه وامور وزاره الصحه وقضايا وزاره الصحه وراح اتكلم عن الاوبريت اللي كان اليوم موجود في استاذ جابر وانا كنت واحد من الاخوان اللي موجودين في استاذ جابر أه نبدأ اليوم أه وياكم أه في موضوع أه وزارة الصحة. أيضا أه قبل لا أبدأ في التقارير أبارك حق نادي الكويت أه الرياضي ألف مبروك فوزه في أربعة اثنين على نادي كاظمة ونقول لكم ألف مبروك حصولكم على كأس أمير البلاد و. هذا اغلى كاس يعتبر تقريبا في الكويت وكاس الامير عسى الله يحفظه ويطول بعمره والان اتصور يعني مراحل التتويج الان مع سمو ولي العهد وانتهت التتويج ونقول لفريق كاظم مهاردك والفرق اللي ما حصلت على التوفيق بان تفوز بهذه البطوله البطولات القادمه واتمنى ان ان شاء الله نشوف رياضه اعلى واعلى من هذا الامر أستاذ جابر هذا الأستاذ العظيم اللي احنا تكلمنا عليه كثير وكثير وكثير، اليوم احتضن أستاذ جابر بطولة وهي بطولة عزيزة على كل القلوب. واحنا دائماً نتكلم من كل الجوانب. اليوم أستاذ جابر قبل المباراة كان في أوبريت وهذا الأوبريت كانوا مشاركين فيه الأخوان في منطقة الاحمدي. والاخوان في منطقه الاحمدي مشكورين حقيقه على مدى ثلاث من يوم ثلاثه اللي الى 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 الثلاثه هذه يعني اسبوع كامل أهما والطلبه اللي معاهم تقريبا عدد خمس مدارس كانوا يتواجدون من الساعه 11 الصبح الى الساعه 6 المغرب عشان يدربون الطلبه والطالبات ويسوون الاوبريت اللي شاركوا فيه نخبه من الفنانين الكويتيين آه كان في بعض الصور اذا احمد موجودين عندك آه ممكن تحطهم وايضا كان معاهم آه الاخوان من منطقه الجهره كانوا مشاركين في مدرسه واحده وايضا كانوا الاخوان من الداخليه ومن الدفاع طلب الضباط ايضا كانوا مشاركين معاهم في نفس الحفل هذا هذا الحفل بس انا ابي اقول لكم بعض الاشخاص اللي كانوا موجودين وكان طبعا الموضوع تكليف من وكيل المساعد للانشطه الطلابيه فيصل المقصيد ومشاركه خمس مدارس ابتدائيه للبنات في منطقه الاحمدي التعليميه بعدد 200 طالب ومشاركه مدرسه البنيه من منطقه الجهراء التعليميه بدا تدريب يوم الثلاثاء 14 اثنين بواقع اسبوع واحد من خلال تدريب يومي بما فيهم كان يوم الجمعه ويوم السبت. كان تدريب مثل ما قلت لكم اسبوع كامل يدربون الـ الـ الشباب وكانوا يدربون البنات كلام جميل آه، الأوبرايت جميل كان جدا دخول الطلبه ودخول الامور وهاي الصور هذه انا مصورها انا كنت موجود مع العيال في في الملعب وهذه الصور اللي هذول الشباب اللي على اليمين وعلى اليسار اللي هم طلبة الجهرة والبنات اللي بالنص موجودين وهذه الفرقة المو... الموسيقية اللي موجودة لل... للأخوان في ال... في الجيش وأيضا كانت عروض كثيرة ل... 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 لطلبة المدارس وطلبة الجيش وهذا ل... ل... صورة الأستاذ وال... والحفل اللي كان موجود فيه في وهذول اليوم تشوفون اعلام الكويت رفضوا في كل مكان وهذول الطلبه لابسين على على الكويت وجدامهم الاربعه مضربين كان عبد الكريم ورويشد ونبيل ومجموعه من المضربين اللي كانوا موجودين يعني حفل حقيقه جميل جدا 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 راقي وجدا جميل انا عندي عتب على شيئين عندي عتب على ان اليوم انت جبتوا الطلبه هذول ودربتوهم اسبوع كامل بهالبرد من الساعه 11 ليه الساعه 6 الصبح ليه الساعه 6 المغرب ويبتوا اليوم الاخوان في الداخليه وفي الدفاع يدربون على المسير وعلى هالامور هذه كلها حلو كلام طيب ويعني مناسبه جميله وكلنا فرحانين واستانسنا انا اسال سؤال نقطتين اتمنى الاخوان يردون فيها علينا ليش ليش هذا الحفل وهذا كان دوركم انتم يا الاتحاد الكويتي مثل هذا الحفل اللي كان راح يتم في استاد جابر ليش ما كان في اعلان عنه ليش ما كان في تحفيز للجمهور انه يحضر ليش اليوم المدرجات كانت الاغلب اللي صوب الثاني كله كان تقريبا فاضي، ليش ما بلغته العالم؟ انا اليوم وانا اقولها حق الاخوان وعلى راسهم رئيس الاتحاد. انا واعلامي وبالتلفزيون اقسم بالله العظيم البارحه بالصدفه بالصدفه ها؟ وعن طريق موجه في التربيه. يا بولي دعوه. وخذيت عيالي اليوم. فمبارك العالم شلون يبي يعرفون ويبون يدرون ومش عارف ايش، ليش ما تم توزيع دعوات؟ ليش ما تم تبليغ العالم؟ ليش ما سويتوا حلقات على هذا الاوبريت؟ ليش ما خليتوا هذول اليهال اللي صار لهم اسبوع يدربون يستانسون في هذا الجمهور، في هذا الناس. والله العظيم انا اليوم حطيت الظهر الصوره بالسناب، 200 واحد يسالني شنو الموضوع؟ شنو فيه؟ ايش صاير؟ ليش؟ يعني مو معقوله اليوم مهرجان مثل هذا واستعداداته من طلبه ما في اصلا يعني احد يدري عنه، ليش؟ ليش سويتوا كل هذه هاي؟ وانا اعتبي عليكم أنت يا الاتحاد. ما يصير. هذا جانب آه يعني اتمنى يعني هذول الطلبه اللي تعبهم مساكين كل يوم من الساعه 11 الى الساعه 6 اتمنى يعني كانوا يستانسون لما يشوفون هالجمهور ويشوفون هالعالم وهال وهالامور هذه كلها. هذيلا كانوا يشوفون الحضور الناس كلها كانت بستانس بهالاغاني والحفله و... والاعياد الوطنيه ليش ما كان في اعلان عن الموضوع ليش كان الموضوع عادي اصلا نهائيا يعني يعني احنا نشد على ايد العالم والشباب واللي حضروا وقواهم الله وحفل جميل وتحت اسم كاس الامير والناس كلها تبي تفرح وتاخذ عيالها ليش ما كان يعني عتبنا عليكم ليش ما في دعوات ليش ما كان في اعلانات حق الجمهور ليش ما كان في تحفيز للجمهور انه يحضر ماني عارف صراحه دور غريب عجيب صراحه حق الاتحاد الكويتي وحق الشباب الرياضة ماني عارف صراحه ليش يعني ما اعلنتوا؟ يعني سوق المباركيه، سوق المباركيه، لو سوق افتتاح الشارع الجديد ما بقى مكان ما كان في اعلان، افتتاح الشارع الجديد وسوق المباركيه واكشاك ومش عارف ايش و... زين ليش مثل هل... مثل, هل... مثل ما سويتوا ولا هالاعلانات وهالدنيا عشان العالم تحضر وتجيب عيالها ويشوفون يستانسون ويشوفون الاعياد الوطنيه ويفرحون وهالأمره ليش ما سويته؟ والله عندي عتب حقيقه هذا جانب. جانب ثاني انا احيي كل من كان متواجد في استاذ جابر وعلى راسهم الاخوان في الداخليه جهد جبار من القوات الخاصه ومن الاخوان في الداخليه يعطيكم الف عافيه وقواكم الله. وايضا الاخوان المتطوعين اللي قاعدين على البوابات ولكن وهذه رسالة أنا أوجهها للإخوان في الأيام شباب الرياضة، هذا ثاني احتفال يتم على أستاذ جابر، أول واحد كان افتتاح أستاذ جابر وهذا ثاني احتفال. يا جماعة ما يصير أستاذ بهذا الحجم وبهذه عدد البوابات وبهذا الأستاذ بهالحجم هالكبر هذا يكون في عمل تطوعي ينظم العملية. التنظيم كان سيء جدا، والله التنظيم سيء. يعني انا اللي اقول لكم عندي دعوه ودازيلي دعوه مشينا كيلو ما يصير يا جماعه دشوا بوابه عشره والمدرج اللي اخر الشارع اخر اخر المكان الناس ضايعه بالساحه قاعده تمشي ما ادري وين تروح هني ولا هني ولا هني ولا الصوب لا في لافتات لا في اشارات لا في يا جماعه قلناها من قبل يعني ليش ما تسلمون استاذ جابر حق شركه اليوم لما نتكلم على دار الاوبرا دار الاوبرا اليوم قاعد تشوف التنظيم من اروع ما يمكن شيء مرتب شركه مستلمه منظمه وقواعد رئيسيه تلبس زجاجة تلبس تروع قال تلبس بنطلون خلك بنطلون عادي مو جنس الدش قبل الحفله بعشر دقائق بدت الحفله ما تدش الا في البريك ما تدخل يعني خلاص في سيستم واضح واضح استاذ جابر اتي تصفق مكان ما ادري وين المكان تبي تدش مكان ما ادري وين ودي تتنرفز والاخوان في الداخليه ما لهم ذنب يعني عنده اوامر خلاص هذا الباب مسكر هذا الباب مسكر فيون العالم يا اخوي احنا جايبين عيالنا ومستانسين صح كلامه وهذا مال الداخليه هم صح كلامه عنده اوامر باب مسكر العالم ما يعرف وين تروح العالم ما في اشارات تقول له والله انتم هني ولا هني ولا هني ولا هني العمليه صايره والله تعرف احد دش البوابة بتعرف احد من الاتحاد يدخلك بالفي اي بي، تعرف ليش يعني هل؟ ليه متى يعني هذا الجو؟ اللي لازم تعرف احد ولازم ترفع سماعه ولازم تدق على 20 واحد على عشان يعني تدش مكان ومش عارف ايش، ليش؟ خلاص في تذاكر حط تذاكر بهذا اللون برتقالي، مواقفكم من واحد الى ثلاثه، انت يعني مو شغله ترى مو صعبه، والله مو صعبه، وقلناها اليوم سلموا شركه يا جماعه سلموها شركه هي تمسك التنظيم وتمسك الامور هذه. وتمسك تنظيف المكان وتعديله وترتيبه ومواقفه واموره وخلصنا. وحطوا يبا خلاص الشوارع هذه مسكره وهذه الشوارع مفتوحه والطريق من هالصوب من الصوب شوفوا الخلل في موضوع الزحمه اللي قاعد يصير، من الدش من صوب الدائره السادسه خلاص الشارع كله مسكر. يعني شوفوا لكم فتحات طلعات ما يصير. اذا كل احتفال بيصير في جابر بنفس الطريقه هذه العالم يعني بيقول لكم ماني رايحة؟ ما اروح حق اروح انا ادش فيها العفسه والبهدله هذه فانا هذه رساله اتمنى ان احنا اليوم في اعياد وطنيه وفي فرح وفي وناسه خلونا اليوم شويه يعني على الاقل نكون على قد الحفل هذا اللي قاعد نسويه اليهال اللي قاعد يتعبون خلونا اليوم اليوم نونسهم الشباب اللي اليوم يعني اليوم كانوا يبي منتخب المدارس دشوا وطلعوا ما حد عنهم ما يصير يعني وهذه رسالة أنا أوجهها للإخوان في الاتحاد على راسهم فواز الحساوي. ماني عارف صراحة ليش يعني التنظيم كان بهالطريقة ماني عارف. ما أدري. يعني ماني عارف ليش كان تنظيمكم بهالطريقة ما أدري. أنا ما أطعن في أحد من الإخوان المنظمين قوام الله اجتهدوا ولكن هذا حجم طاقتهم. إحنا قاعد نقول لابد يكون في تنظيم أكثر من كذي ومرتب أكثر من كذي. ما يصير. تصعد البوابة يعني حاطين بعض الأخوات المتطوعات عند البوابة ما تدري توري البطاقة تبي تدش ما تدش تدش لا أنت أطلع لا أدش هني لا ما تحتار صراحة ما ما, ما تدري شو تسوي صراحة وياك اليهال وصاعد فوق الأسانسير لا أخوي انزل مرة ثانية تحت ثاني بوابة على اليمين آه. خلاص راح نصل مهرجان واحنا بس بس نلف من يا بوابة لبوابة كأن احنا طالعين نستكشف الموقع مو مو رايحين حفل وهذا تذمر ترى مو مني أنا والله العظيم يمكن أكثر من وايد ناس كنت اشوفهم يتكلمون نفس الكلام، فانا اتمنى من المنظمين، اتمنى من الاخوان يا اما يكون في هناك شركه يا اما الاخوان في هيئه الشباب الرياضة يا اما الاخوان في الاتحاد، سووا لكم مثلا اعلانات، حطوا لكم شغلات، حطوا لكم اماكن والله ترى الجمهور يدش من هالمكان يطلع من هالمكان، بوابه كذي رقم كذي، اللي كرتك اصفر دش هالبوابه وهالبوابه، كنتم سوينها من قبل ترى. اتمنى هذا الموضوع، فاصل وبعد الفاصل راح نتكلم على إدارة إدارة وزارة الصحة وزارة الصحة كلكم تعرفوا وزارة الصحة أكو إدارة قديمة جدا اسمها إدارة التراخيص هذه إدارة التراخيص في السالمية أبي أوريكم أول شيء أنا التقرير وبعدين أبي أسولف عن هذا التقرير وبعدين أبي أرجع لكم مرة ثانية على موضوع الفيديوهات وعلى الشوارع وعلى الأعياد الوطنية عطنا فاصل وارجع الفاصل نتكلم عن وزارة الصحة رجعنا لكم مره ثانيه عندنا اداره مثل ما قلت قبل اطلع الفاصل اداره اسمها اداره التراخيص الطبيه وين مكانها ماني قايل لكم وين مكانها بعدين اقول لكم وين المكان مال شو اسمه الاداره وين مكانها زين انا قبل لا اعرض الصور اللي بحط لكم اياهم الحين هذه دعوه حق الاخ العزيز معالي وزير الصحة اخ جمال الحربي. أنا أبي أقول له يا معالي الوزير إحنا اليوم كنا نشوف في تويتر تواجدك في أغلب المستشفيات، تواجدك في مش عارف إيش، ما شاء الله يعني عدد الصور في كل مكان متواجد. كلام جميل. أنا أبيك يا معالي الوزير وأنت سابقاً وكيل مساعد يعني أنت عندك خبر في الموضوع ما في روح تعال. وأنا أبي أوريك الصور. وابيك تقول لي ان هذا شيء يرتقي بانه يكون في الكويت ولا ما يرتقي انه يكون في الكويت؟ عطني الصور احمد شوف الفيديو هذا باب باب المنيوم شوف الباب بالله يعني. بس, بس انا ابيك تشوف تتمعن في هذا المنظر جميل شوف الممر شوف الصدى وشوف الشينكو وشوف ال... شوف انا لو اعرض التقرير هذا انا لو اعرض التقرير هذا بدون لا اقول لكم ان هاي اداره تراخيص تفضل تفضل شوف 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 الشاليهات اللي صار لها 60 سنه شوف قسما بالله لو انا اعرض التقرير هذا قسما بالله ما حد يقول نهاية بالكويت واذا واحد طلع وقال لي في الكويت يقول هذا في امغره ولا يقول لي في ولا هذا يقول لي سكن 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 عزاب في اخر الدنيا تفضل شوف البوابات وشوف الكسر وشوف الدنيا وشوف الفوضى وشوف العفسه هذه اداره التراخيص وهي نفسها إدارة لما تروح صيد الطبيات تفضل شوف شوف المنظر وعشان لا أحد يقول إن هاي مو بالكويت هذا علم الكويت كاهو قدامك أنا أسألكم اليوم حط الفيديو شغله مرة ثانية يا أحمد شغله خل العالم تمتع النظر مالها خل تستمتع اليوم في المنظر الجميل اللي قاعد تشوفونه أنا أسألك يا معالي وزير الصحة تقول لي أنا اليوم مستلم يا صالح أقول لك حلو أنت اليوم مستلم هذا الباب وهذا الكرفانات وهذه الفوضى في إدارة التراخيص هذا المنظر معقولة وزارة الصحة أنا ما بيقولك لك شيء المكان أنا بقول لك وزارة الصحة ما عندها ما عندها تشتري قليلين صبغ تصبغ البايبات هذيلة بهذا المنظر السيء ما عندكم أحد ينظف هذه الممرات اللي صايرة في هذه هذا منظر أنا أسأل الإخوان أنت والكويتيين قاعد داومون هذا مكان تداوم فيه ترى هذا المكان اللي عندك عياده طبيه تروح تطلع تراخيص طبيه مالتك هالصوب هذا المكان اذا انت ماخذ ما من عياده خاصه او من مستشفى خاص ورقه طبيه تروح تاخذ ترخيص من هالمكان تفضل شوف المكان شوف الجمال اصدمكم زياده تدرون هذا المكان وين بالسالميه على دوار المطاعم هذا المكان تفضل هذا المكان انا اتمنى اتمنى ان يطلع مسؤول من وزاره الصحه ويقول يا صالح كلامك مو صح كلامك خطا هذا التصوير مو صحيح ويا ريت انه يكون تصوير قديم يا ريت اتمنى بس للاسف ان هذا التصوير يوم الاحد اتمنى ان يكون هذا التصوير قديم بس هو انا ادري ان هذا التصوير يوم الاحد عندي تاريخه وعندي الفايل ماله وانا مستعد وهذا التصوير لي يعني على الواتساب وانا مستعد وعلى الهوى اذا الاخ جمال الحربي وزير الصحه تبي الصور انا ابعث لك اياهم واتساب ما يصير ما يصير احنا بلد نفطي بلد خيرنا واصل اخر الدنيا ليش كذي ليش 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 تشينكو كله مكسر ليش بايبات كلها عويا ليش السقف كله صدى؟ ليش الوصاخ اللي بالارض؟ ليش السدره ميته صار لها 40 سنه؟ ليش المنظر هذا ليش؟ ليش؟ انت اليوم قاعد تجيب ناس من برا الكويت ممرضات قاعد ياخذون تراخيصهم اللايسنس من هالمكان انا لو ممرض جاي من برا الكويت وادش هذا المكان اقول هذه شنو هذا؟ شنو المكان هذا؟ مكان ما يعني صعب انك تقول تابع حق وزارة وايد صعب وانا قلت لكم من قبل قلت لكم راح تشوفون بالبرنامج تقارير ما راح تصدقونها واسبوع لي راح اوريكم مكان ثاني حق وزارة ثانية ألعن من هذا المكان ليش ليش وانا اقولها عمارة أنا ما حد يزعل مني انا ادش مكتب وكيل وزارة ادش من الباب تشوف وكيل وزارة هالكبرة من طول المكتب 14 قاعدة في المكتب 13 سكرتاريه برا قديش مكتب الوزير ما تشوف الوزير 13 باب ورا بعض عشان تشوف الوزير والوزير قاعد على طاوله طولها 3 متر ونص وبعدين وبعدين ليش ليش هذا كله اللي قاعد يصير ماني عارف صراحه انا هذه الكلمه اقولها وهذه رسالة أنا أوجهها للجميع لكل أحد أنا أقول اللي يبي يشتغل ويعمل ما يهم المكتب ماله ما أفكر في المكتب مالي أنا أنا أفكر في الإدارات اللي موجودة عندي إياهم في كل مكان وفي كل قطاعاتي أحسن بيئة العمل أحسس الموظفين يا جماعة ترى في تغيير ترى بدأ يصير عندكم واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ترى في تغيير يا جماعه، ترى احنا جايين نشتغل، ترى اذا انتم عندكم شيء اعطونا. اذا ما اقدر اقول ما اقدر، اقول والله يا صالح ميزانيتنا ما تسمح. احنا ميزانيتنا ما تسمح. ميزانيه ما تسمح نصبغ نصبغ العفسه هذه. الميزانيه وزاره الصحه ما عندكم امكانيه تروحون تنقلونهم هذ باي مكان. مباني ودنيا ما ادري. شيء غريب. شيء مؤلم والله العظيم هذيل لو ماخذ اربع خمس ملفات من ممارسه العلاج الخارجي اللي سافروا وكذي بالواسطه اللي مو مستحقين كان تسوي احسن من هالمبنى هاي ثلاث مرات ليش؟ ليش ما فيكم حرقة على البلد يعني صراحه خلينا نتكلم والله انا يعني عندي كلمه غاصه غاص فيها هني والله العظيم ليش؟ ليش ماكو هالحرقه ال... يعني ليش ما الانسان اليوم يحترق قلبه على البلد؟ الله العظيم يا جماعة أنت اليوم خلك أنت أي مسؤول اليوم يطالع البرنامج أنت اليوم تقبل على نفسك أنا أنا أكلمك عن نفسي أنا اليوم أنا أنا اليوم أنا اليوم لما جيت اليوم اليوم يوم جيت قناة الكوت إني وأنا حقيقة هاي تحية أنا أرفعها حق الإخوان في إدارة قناة الكوت والله العظيم كلمة حق أنا أقولها على الهواء لما جيت وقلت لهم البرنامج واحد اثنين ثلاث أربعة قالوا صالح عندك مهندس ديكور ولا احنا نجيب لك مهندس ديكور وأنا هاي كلمة حق أقولها عندك يا صالح؟ قلت والله ما ادري. قالوا عندنا واحد اقعد وياه وشوفه. قلت حلو نقعد وياه، قعدت وياه وخططنا وسوينا وقلت له نبي نحط صورها الصوب ونسوي كذي والالوان كذي ونغير كذي وكذا وكذا وكذا. وينا وسوينا ورتبنا انا مع مهندس ديكور. اخر شيء خذينا المخطط وجبناه حق اداره القناه، قلنا لهم يا جماعه احنا نشوف ان هذا الديكور مناسب. وهاي تكلفته. اعطونا الموافقه وشافوا ان شكله على الشاشه راح يطلع مرتب النهايه. لسبب ان اليوم الاخوان في قناه الكوت ما ينظرون لصالح جرمن ما له علاقه بصالح جرمن ملاك القناه واداره القناه ما لها علاقه بصالح جرمن انا اليوم كمالك قناه ابي اشوف شاشه ابي اشوف صوره عطنا اللونج يا مخرج ابي اشوف اشوف هاي اشوف الإضاءات الزرق اللي قدام اشوف لوحاني اشوف تلفزيون اشوف ليتات والله واحد قاعد يطالع قناه الكوت يقول والله ما شاء الله الكوت والله ديكوراتهم حلوه مرتبه هذا شيء مو حق صالح جرمن، هذا شيء بالنهايه يرجع حق قناه الكوت نفس العمليه قيسها انا قاعد اقيسك على قناه قيسها على وضع بلد انت اليوم قاعد تقعد في البلد وقاعد تشوف هالتخبط وهالعفسه وهالدنيا وتسكت مصيبه مصيبه ما ما في حرقه قلب ما تقول والله يا اخي حرام انا اشوف بلدي بهالطريقه ما ادري امر غريب مخك يفتر تقول مسؤولين مو شايفين والله شايفين ما يدرون والله يدرون والله قاعد اقسم انه يدرون المدراء اللي موجودين في هذا القطاع ما بلغته احد ما قلتوا حق احد ليش بالمقابل كثير من المسؤولين اليوم وانا اقولها على الهواء والله العظيم وانا اوجهها واذا ما تبي تسالون عندكم سيد عدنان عبد الصمد سالوه رئيس الميزانيات خلي شو لكم اوراق كم قاعد تتاثر مكاتب مكاتب وكلاء وزارات كم قاعد تتاثر على 50 و الف و الف خلي يعطونكم تقارير ديوان محاسبة كم طاوله اجتماعات خلي لكم كم قاعد تكلف. لا تقول لي ما في. لا تقول لي ميزانيه مو موجوده. موجوده الميزانيه بلد فيها خير ونعمه وكل شيء عندنا. لا تقول لي قول لي ما في اداره. هذه الوزاره كم تشينكو؟ كم اداره؟ كم عفسه؟ كم 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 كم؟ انا وابي ابطل هالمجال ما راح نسكت. ما راح نسكت. وهذا واقع لازم العالم كله تشوفه هذا حق وياي لكم اسبوع الجاي راح اوريكم المواصلات مواطن تروح انت والله الكهرباء مقطوعه زين شلون ما برجع كهربتي تروح وزاره كهرباء والماء وانا اقولها علنا حق الاخوان في وزاره كهرباء والماء ترى جايكم التصوير انا سابقا أنا بلغك جايكم التصوير مال فرع شويخ قسما بالله عشان تدش المبنى عشان توصل تدش المبنى مخك يوقف 450 داعوس وتدش بشاليهات بمكان الله لا يوريك والله انا سالت الموظف انت يا جماعه من صدقكم انتم قاعدين بهالمكان؟ قال شو تسوي صالح ليش؟ ليش يعني ليش ليش قاعد ارجع اعيد نفس الكلمه ليش ما فيكم هالحنيه هذه؟ ليش لكم يا اخي اكتب تقرير اكتب لو على رفيجك اكتب اكتب قول ما في ما في انجازات ما في شغل ما في ما في ما في ما في ما في ما في بس ما نسكت بهالطريقه هذه ما نسكت بالنهايه ترى هذا المنظر اللي قاعد تشوفونه ترى مو اننا مستانسين احنا قاعد نعرضه ولا احنا مستانسين ان هذه ماده اعلاميه لا احنا متالمين احنا كويتيين نتالم لما نشوف كذي بس لما نشوف خنوع وسكوت وما في مسؤوليه ولا حيتكلم شو نسوي اللي الواحد قاعد يدز لنا على التويتر وعلى السناب انت وبس بس مشاكل احنا بس مشاكل احنا كل ايجابيه نطرحها ونقولها كل شيء ايجابي انا تكلمنا فيه وقلنا قلنا هذا ايجابي وهذا زين وهذا يستاهل وهذا ما يستاهل وهذا سوى وهذا ما سوى بس تجي تقول لي ان عمل ايجابي وين العمل اللي عطني عمل ايجابي ما ذكرته هذا قاعد اقول ماني عارف اليوم احنا سمعنا اخبار ما ما احنا عارفين صراحه ولا انا في صدد مع وزاره الصحه ولا لي شغل في وزاره الصحه انا الشيء بالشيء يذكر ترى على فكره هذا كان المفروض ينعرض في الحلقه اللي طافت وما انعرض جبناه الحين عرضنا لكم اياه انا اليوم انا هذه رساله اوجهها وانا اتمنى من الاخ جمال الحربي انا اسمع ان رجل جاي بتوجه جديد سمعنا خبر في تدوير حق وكله في سمعنا خبر انا ماني عارف سأنا انا اقولها بقلب محب حق معالي الوزير انا اتمنى تشوف الموضوع هذا واتمنى ترد علينا مو علينا احنا يا اخي رد بحسابك يعني اكو بعض الناس عندهم مشكله انه يقول انا ما ما ابي ارد على القناه عشان يقول والله رديت على القناه الثانيه ما رديت ما ادري دش على جريده روح على تويتر روح على اي مكان بس رد على العالم قول لهم يا جماعه ان هذا الكلام راح يتعدل وراح يصير وفي ميزانيه مرصوده لو بس مو كذا، عطنا فاصل رجعنا لكم ما ادري صراحه يمكن الخلل من مو من عندنا من الانستغرام لان الانترنت شغال يعني انا وايد مسجات قاعد تجيني ليش فصل متعودين المتابع المتابعين اللي في الانستغرام لايف ما ادري ليش ما ادري رجع ترى رجع البث ترى ما ادري المهندس ليش عندنا القناه ودش الاستديو واشتغل مره ثانيه ترى مو من عندنا لان النت ما شاء الله وايد زين عندنا بس هو الظاهر من الانستغرام يفصل ويرجع رجعنا مره ثانيه على اللايف ورجعنا مره ثانيه على اللايف بالتلفزيون آه هذا الكلام اللي احنا قلناه انا ما راح اخذ تعليقات وايد كلام آه اللي صار على موضوع الاحداث وانا ارجع اكرر واعيد نفس الكلام. انا ما عندي مشكله مع الوزاره، انا عندي مشكله مع اماكن معينه وراح اوريكم في الحلقه القادمه تقارير في وزارات ثانيه وراح تشوفون. وانا قلتها من قبل وارجع اقولها، انت كمواطن ايضا مكلف اي شيء تشوفه المفروض انك تصوره وتدزه، اذا انت ما تعرف تنشره احنا مستعدين ننشره. بس حط وثائق وحط امور ما يكون في شخصانيه دا الهدف انك تصلح احنا هذا هدفنا ان نصلح اليوم يمكن على الاسبوع هذا بحدود الاسبوع هذا هذه اخر حلقه لي انا اللي هو يوم الثلاثاء فراح القاكم ان شاء الله يوم الاحد فبالاحداث هذه راح يصادف ان تاريخ 24 و25 و26 فبراير اللي هي الاعياد الوطنيه والاحتفالات والامور اللي قاعده تصير و والتنظيمات عادة كل سنة الاخوان في وزارة الداخلية حريصين جدا على اول شيء على التنظيم وعلى بان تكون ما في مشاكل والامن والامان لكم انتم جميعا والاخوان في الداخلية وانا هذه رسالة ما ادري اذا كان في اتصال ويانا يعني ابو احمد أه انا اتمنى اتمنى قبل لا أه جاهز اتصال؟ اوكي. قبل لا انا اخذ اتصال وياي انا اتمنى وهذه يعني رساله من مواطن كويتي اتمنى للشعب الكويتي توصل. اتمنى اليوم ان احنا نحتفل في الاعياد الوطنيه لابد ان نحتفل بصوره راقيه عشان نطلع الكويت بصوره راقيه. اذا بتحتفل اليوم بالاعياد الوطنيه احتفل. وهذا حقك ومن حقنا اليوم نفرح بالعيد الوطني وعيد التحرير والاحتفالات وده ما شاء الله من حقك تفرح بس الفرح مش انك انت تضايق الناس تفرح اليوم في العيد الوطني مش معناته انك انت اليوم لازم تضايق العالم هذه كلها مو معناته انك تفرح لازم تقحص بالشوارع هذه كلها عشان والله فرحتك تبين مو معناته انك تفرح لما تنزل بالسياره وترقص بالشارع معناته ان انت فرحان مو هذا الفرح التعبير بالفرح لابد يكون ايجابي هذا الامر اللي احنا قاعد نقوله فعشان كذي قاعد اقول لكم الفرح افرح ما عندنا مشكله يا اخي حط حط اغاني والله العظيم يعني انا اذكركم شيء بالشيء اذكر هذا احمد الرفاعي بالبرنامج ماله ما شاء الله يحتفل يحط له ما شاء الله باجتين شحلاتهم وعلم الكويت بالكويت ويبلغ ضيوف ويسمع وهذا يقول كلمه شعر وهذا احتفال يسمونه هاي يسمونه احتفال هذا ولا لا وعندكم ان شاء الله آه برنامجنا بالليل الساعه 10 يحطونه تابعوا عنده ما شاء الله ضيوف راح يبونهم اليوم مباشر واللي عقبه سمعوا راح يبون الاسره وراح يبون ابناء الشهداء وراح يبون هذه احتفاليات يسمونها مو ما لازم احتفل لازم تحط موسيقى وتشيل الدنيا وتقومها وتقعدها والسيارات اللي يمك وازعاج و... هذا واحد مو مو احتفال هذا شيء ثاني انا ودي اسالكم سؤال شنو الميزه في الاحتفال في المسدسات يعني شنو الوناسه في المسدسات حلو استانسوا بالماي طبعا انا شيء بشيء يذكر يعني اليوم آه آه اللي هالق فقاعد يضحكون حسن واحمد مو عاجبهم المسدسات ما يصير مو مسدسات ماي ما يصير يا جماعه تحط مسدس ماي يمكن يصير مخيم غشمره وضحك ايه بس مو بالشوارع واحد مار ما له شغل في المسيره ولا شغل ولا تفاخيه باط نص راسه على ابو محتفلين بالعيد الوطني ما يصير ولا فوم ولا مش عارف ايش وقا. وبعدين يقولك شباب قسم بالله تقول حرب مو جزمة مسدس هني وتانكي هالصوب ورابط لك ما ادري ايش دعوه دعوه رامبو ما سواها باحتفال واذا مسكوكم الداخليه كل واحد فيكم بوزها الطولة ليش يا صالح يمسكونا ونبي نستانس يبا استانس وبعدين في شغله ثانيه احترموا العوائل يا جماعه ترى في كثير من العوائل بيطلعون يستانسون يفرحون بس ما يصير انتم ضايقون العالم هذه روح استانس اليوم عندنا موسم بر والعالم الحين كلها طالعه البر والناس وانا هذه رساله اوجهها للإخوان في وزاره الداخليه خلوا بالكم لا تصير عينكم على شارع البحر حلو وتنسون جليعه وما جليعه ترى الشاليهات مصيبه تصير والله العظيم مصيبه كل سنه قاعد نشوف هالامور هذه كلها ونتمنى ورساله حق الاخوان اللي عندهم بقيات ترى يعني مو على حساب الكويت طلع دينار ما بقي ياهل يعني عمره سنتين ثلاث سنوات راح ماجر له بقي بنات صغار راح ماجر لهم بقي وشوف الحوادث والملاحق وتدعم والعفسه لا 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 يخسروا العيد الوطني خلوه فيه جمال خلوا فيه خلو فيه في رونق خلو شويه يعني نرتقي احتفل يا اخي ما قلت لك انا قلت لك احتفل انا اليوم طالع مع اليهال رايحين شارين اعلام لهني زينه وعلاقات هاي باجات شاري عندي كثر 50 وحده خاشم حق يوم الخميس موزع على اليهال هاي الباشات كافية يعني. روح اشتر يا اخي روح اشتر اعلام عاد حق خلي يستانسون خلي يفرحون خلي يسوون كل شيء خلينا يشوف. شوف وزارة التربية كانت تسوي ايام الاوبريتات شيء جميل وشيء حلو وشيء لطيف روح اخذ عيالك انا اوصيكم واخذوا عيالكم خلي يتعلمون الوطنية خي يستانسون يعني عيد وطني بس عندكم شغل مسيره وتعبي ماي ورش ماي ومش عارف ايش وتلحق وتحذف اتفاقيه مدروسه ماي مش ما. هذا مو عيد وطني كل سنه نسمع شيء مو زين واحد فتح الباب والثاني دعمه صارت هوشه بمكان الفلاني فلان طق طيب فلان هذا فلان ما احنا عارفين ويا جماعه انا رساله اقول لكم اياها ارجوكم ثم ارجوكم كل واحد فيكم اليوم كل واحد فيكم اليوم وهذه حطوها بين عيونكم كل واحد فيكم اليوم مستانس ويا زوجته ويا عياله او ويا ربعه او ويا منو ما كان طالع ومستانس والعيد الوطني مرتاح بالمقابل اخوانكم وعيالكم اللي في الداخليه ترى كلهم محجوزين يعني لا يطلعوا ويا اهله لا يطلعوا ويا زوجته لا يطلعوا ويا عياله حلو وهذا واقف بالشارع عشان ينظم المرور وعشان يمنع بعض الـ الـ المشاكل اللي قاعد تصير فارجوكم ثم ارجوكم ثم ارجوكم هذا لابد اليوم تساعدونهم انتم وتوقفون وياهم وتعطونهم الاحترام ما يصير اليوم شرطي يقول لك ممنوع لا ليش ممنوع ليش وزير داخليه حضرتك انت خلاص شرطي قال لك ممنوع ممنوع عنده امر بيسكر الشارع الفلاني انتهى ما يصير شرطي قلت سحب لا احنا عين نساء سحب مسدسة ما قالوا لك ممنوع خلاص تزل من السياره وتقط الجير بوش ليش سحب جاسم الجسري يا جماعه قاعد نرجع ونعيد نفس الكلام وكل سنه نعيد نقوله افرح واستانس مع الضوابط مع القانون مع الاحترام مع هالامور هذه كلها يعني الحين انت وناسك ما تستانس الا لما تعبي مسدس ماي وتقض عين العالم راش بعينه عامي عينه بس هاي وناستك؟ ما يصير منو معانا؟ حلات. وانا الكلام اللي قلته انا اشيد فيه قبل لا اخذ اخونا ابو احمد العميد عادل الحشاش انا ارجع اعيد نفس الرساله واقول لكم وهذا واحد من رجال الداخليه الان هذا واحد من رجال الداخليه وانا قبل لا اخذ على والله مو مجامله فيه انا مكلم ابو احمد الساعه 6 وينه؟ في استاد جابر قاعدين في استاد جابر ينظمون يعدلون يسوون واليوم بالاحتفالات هم محجوزين وانتم مستانسين نبي تعاون منكم ابو احمد مساك الله بالخير العميد عادل حشاش يا هلا مساك الله بالخير ابو حيدر يا هلا اول شيء نيابه عن الشعب الكويتي كله يا ابو احمد حبيب. اشكركم فرد فرد من معالي وزير الداخليه الى اصغر فرد على الجهد, الجهد اللي قاعد تبذلونه سواء في تنظيمكم في استاد جابر اليوم او في انكم محجوزين في الايام القادمه في الاعياد الوطنيه الله يسلمك الله يحفظك ابو احمد نبي احتفالاتكم الان في العيد الوطني شنو الخطه الداخليه اللي مسويتها؟ انا بدايه يعني اشكرك امانه على كل كلمه طيبه خصيت فيها اخوانك رجال وزاره الداخليه وتاكد بان هذه الكلمات اللي انت قاعد تقولها واللي قاعد تعبر فيها عن مشاعرك ومشاعر اهل الكويت كلهم ها تجاه اخوانكم اللي يعملون الان على مدار الساعه تأكد أن هذا بالنسبة لهم هو الزاد وهو الرصيد وهو يعني أسمع عبارات الشكر اللي فعلًا يحبون يسمعونها في مثل هذا التوقيت أبو أه حيدر أنت عارف يمكن يعني يعني هذه الفترة فترة اعياد وفترة مناسبة أه وطنية وفيها الكل يفرح ويستأنس ويعني. مهما اوصف لك من المشاعر ومن الاحاسيس الطيبه اللي كنها كل فرد من مواطن كويتي الى مقيم شريف في هذا البلد اعتقد ما يعادلها اي قيمه تذكر في مثل هذا اليوم الوطني. كل كلنا نتمناه كلنا نتمناه يا ابو حيدر كلنا نتمناه في مثل هذه الايام، لان طبعا رجال الامن مثل ما تفضلت هم محجوزين والان عملهم على مدار الساعه هدفهم يرسمون بسمة ويكونون يمك حوالينك ويشيعون الامن والامان حتى انت فعلا تعبر عن كل ما هو يسعدك ويفرحك ويمتع يعني اوقاتك انت ومع افراد اسرتك. كلنا هنا بي ونتمنى ان فعلا يكون هناك تعاون مع اخوانكم رجال الامن ورجال المرور. رجال المرور متواجدين، انتم شايفين الدوريات الان يمكن من بكره راح تبتدي الانتشار على امتداد شارع الخليج العربي. مناطق الشاليهات المناطق البرية المناطق اللي فيها فعلا نوع من الاحتفالات المصاحبة للأعياد الوطنية وذكرى يوم التحرير كلنا نتمنى أن يكون هذا التعاون يتمثل بالتقيد وبالالتزام يعني الكلام اللي انت قلته قبل شوية مواد الرش والماء يرشون على العوائل أو يضايقونهم أو يسببون لهم نوع من المضايقات والمشاحنات وحصلت عندنا مشاجرات مثل ما حصلت العوام اللي أو عملية الآداب العامة والمعاكسات والتعمد لتعطيل حركة السير أو أن البعض يمكن يتعمد في إشعال الألعاب النارية والصعادات ما بين السيارات والبعض الآخر اللي يتحرش مثلا بالعائلات أو البنات أو يعني مظاهر قد تكون قد تكون بعيدة كل البعد عن الصورة الحقيقية للتعبير الحضاري عن هذه المناسبة فكلنا نتمناه ان رجال الامن ترى لن نسمح لاي مكان انه يتعدى على الحريات الاخرين او يتعدى على القانون او انه يسبب اذى لغيره ويزعجهم او يسبب لهم نوع من الجوانب اللي تاثر ايضا على امنهم وسلامتهم. نعم. رجال الامن راح يكون بالمرصاد رجال الامن راح يحافظون على الامن والامان ما راح نترك اي ثغره امنيه وخاصه في ظل في ظل الظروف الامنيه الحاليه تتطلب اليقظه والحذر والهمه. والكل يجسد صورة رجل الأمن سواء من مواطن أو سواء أي رجل شرطة الكل الآن في هذا المنصب هو رجل الأمن الكل يفترض أن يتعاون ويتعاضد ويمد كل جسور كل جسور الامن والامان <applause> لبلدنا <حزب> الحبيبه كلام طيب <applause> ابو احمد فكل ان شاء الله اخوي صالح انه يكون ان شاء الله يعني هذه المناسبه مناسبه سعيده على على بلدنا في <applause> الكويت كويتنا دائما واحب انه حقيقه يعني بس كلمة اخص فيها في النهاية وقبل لا اترك لك المجال اخوي ان هذه المناسبة فرصة ان نرفع اسماء ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد والسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي والحكومة الرشيدة ولكل شعب الكويت ومواطنينا ومقيمينه ان عسى الله يعود علينا هذه المناسبات ان شاء الله وكويتنا ترسل باثواب العزة والفخر ونعمة الامن والامان والطمأنينة باذن الله تعالى. اولا يا ابو احمد مشكور بس قبل لا تروح انا راح اعلن من خلال البرنامج وبعد البرنامج عن طريق تويتر بان احنا نتمنى من الشعب الكويتي مثل ما قاعد يحتفل بان كل ما تلتقي مع شرطي نعطيه يا ورده يا علم وهذا عهد علينا يا ابو احمد بس. لك من وعد ان من ما نلتقي والله والله يا صالح احنا كلنا نتمناه بس ان لما يتقيدون ويحترمون ويتبعون الارشادات ونعم هاي ترى هي فعلا هي اغلى هديه تعطى لنا في الدراما يستاهلون عم. ومشكور يا ابو احمد وجودكم جبار وقواكم الله وما قصرتوا وانتم فعلا فخر عقل الكويت ما قصرت يا ابو احمد وانا هذه رسالتي الاخيره ما ابي ازعل على كلام ابو احمد انا اتمنى وحقيقه من القلب اقولها وانتم طالعين بالشارع شوف قال كلمه مثلا لما قلت له انا اشكركم من وزير الداخليه لاصغر واحد قال هذا اللي احنا محتاجينه أنا هذه الكلمة اللي أحب أوجهها حق الجمهور، ترى رجال الأمن محجوز وتعبان وقاعد و12 ساعة ودوام وهذا أهله وهذا بيته، ترى مو محتاج من عندكم إلا شغلة واحدة ابتسامة يا أخي ابتسامة وأنت مع عيالك نزل الجامعة ابتسامة، قواك الله، يعطيك العافية، آه ما قصرتوا، هذا الكلام يعطيه يحس إنه فعلاً في تقدير تقدير معنوي يا اخي علم علم باجه باجه عندك ترى هذه الباجات قاعد يبيعونها على 50 فلس و100 فلس والله لو اشتري لك دينارين اشتري لك كذا حطهم يمك وانت عطى يا بالدريشة تقدير حق هالناس هذه اللي لولاهم ما كان هذا الامن والامان لولاهم لما احنا مرتاحين في بيوتنا ننام ونقعد مرتاحين وعسى ما صار شيء للاخوان في الداخليه قواهم الله في الختام مبروك للكويت وعساك العام وهي بخير وعساها دوم بخير وعسى أبونا صباح عسى دوم بصحة وعافية عسى الله لا يحرمنا النعمة لا يحرمنا من أبونا صباح ولا من ولي عهده ولا الحكومة الرشيدة والله يتمم على الكويت بالأمن والأمان والله يرد كيدهم بنحرهم كل من يريد شيء حق الكويت احنا نقول عيد الوطني وعيد التحرير مناسبة عزيزة على كل الكويتي وعلى كل الشعب الكويتي وكل مقيم في هذه البلد استأنسوا وفرحوا وفرحوا غيركم بدون لا ضايقون أحد. الله يتم على الكويت وعساك دوم يا الكويت بالأفراح أشوفكم يوم الأحد